تمت معاقبة حكم رايا بالإيقاف لمدة 5 سنوات بعدما أدين بالاعتداء بالضرب على أحد اللاعبين في الدوري الإيطالي لكرة القدم. كان هذا آخر تقرير الليلة. شكراً لحسن المتابعة. إلى اللقاء. ممكن أعرف إزاي دخلت هنا؟ اشتقت لك. ممنوع اشتغل هيك. لا مش ممنوع، بس ممنوع تدخل هنا. دخلت هنا إزاي؟ لا تخافي علي، دبرت حالي. أنت خلصتي؟ خلصت. طيب وين بدنا نتعشى؟ زي ما تحب. المشكلة إني ما بحب حدا بالدنيا قدك. خليلي معك، أنا ناطرك بالسيارة.